لأن ده بيتكلم بكلام له، ويعني ولا شك أنه يقع في الإثم. يعني أحيانا بيتكلم عن واحد زعله في السكن، واحد مش عارف عمل له إيه، واحد وهو ماشي في الطواف وفي السعي، إحنا بنسمع هذا الكلام. لكن لا، اللي ما بتنسيش تعمل حاجة، اقرأ قل هو الله أحد. يعني الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يعني لو قرأ القرآن في الطواف لكان أحب إليه. كذلك في السعي برضه لو قرأ القرآن لكان أحب إليه. ليه؟ لأنه طبعا أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الترمذي من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل بعض السائلين. حديث قدسي. يعني الذي يقرأ ما يعرفش يدعو يقرأ ما يحفظ من القرآن، مش عارف حاجة يقرأ قل هو الله أحد. ربنا سبحانه وتعالى يعطيه أفضل ما يعطي السائلين. ده أمر مهم جدا، الإنسان يحذر من الكلام في الطواف والسعي حتى لا يضيع يعني فرصة من أثمن الفرص قد لا يعود إليها مرة أخرى. وبعدين المشكلة أن الذنب في الحرم يعظم ويتضاعف بما الله به عليم. يعني حتى ما كانش 100,000، لكن الذنب يعني زي ما قال سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس ما رضيش يقيم في مكة، أقام في الطائف وتوفي هناك ودفن. قال مالي ولبلد تضاعف فيها السيئات كما تضاعف الحسنات. خليني بعيد علشان أنا يعني عايز أقول هو كده رضي الله عنه، عايز أقول أن السيئات أكثر. وهو على سبيل التواضع رضي الله عنه لحبل الأمة، لكن ده تعليم لينا احنا. فالإنسان يحذر من السيئات في الحرم، يحذر، لأنه في ناس بتقعد في الحرم وتتكلم بالغيبة والنميمة والعياذ بالله تعالى. لا، أنت في الحرم يعني إما قارئ القرآن وإما ذاكر، كذلك أنت في الطواف والسعي، إما قارئ القرآن وإما داعٍ وإما مستغفر وإما مصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الطواف والسعي. طبعا السعي لا يشترط فيه الطهارة، إنما هو يشترط فيه أن يكون شو صحة يعني من الصفا إلى المروة 7 أشواط كاملة ما ينقص ولا خطوة. إذا انتقض الوضوء يجوز أن يكمل من غيره، وإن كان الأفضل الوضوء والطواف كان أحسن. إذا حلف المرأة. نعم؟ إذا حلف المرأة. ليه؟ إذا حلف المرأة هما يعني حتى يجوز للحائض يعني إذا فاجأها الحيض بعد الطواف وفي بداية السعي يجوز لها أن تكمل، بس بشرط عدم تلوث المكان. لكن يعني هنا اصبح المسعى داخل المسجد، لكن في الاول كان بين جبلين، كان خارج المسجد، كان خارج. ولذلك العلماء في الفقه الاسلامي في الاول قالوا اذا حاضت اول السعي سعت واتمت عمرتها. لكن الآن هي المشكلة عاد في البقاء في المسجد. لكن لو أتمت السعي، لو أتمت السعي وهي حال سعيها صحيح، لكن عليها الاسم البقاء في الايه؟ اسم البقاء حائضا في الحرم في داخل المسجد يعني. بس لكن يعني سعيها صحيح وعمرتها صحيحة. لكن لو خرجت يبقى هتنتظر الطهر ثم تعيد السعي ثم تعيد الطواف تعيد السعي. حدث الطواف
حرف الطواف تخرج خلاص يبقى باطل لانه هنا من شروط صحه الطواف الطهاره. فلو حاضر في اخر شروط يبقى بطل السعي. حد يقعد الطواف عنده بواسير او حاجه كذا يعني. اللي عنده اعذار شرعيه نعفو عنها. طوافه صحيح، يعني اللي عنده سلس او عنده بواسير او عنده شرخ، يعني عنده رشح دم او صديد، لا طبعا يتحفظ ويعني يتوضا، واللي يخرج منه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، يعني يكمل الطواف ويصلي ويكمل السعي ولا شيء عليه، لانه صاحب عذر لانه هو صلاته صحيحه هنا. فكذلك طوافه صحيح وسعيه صحيح. يعني الحكم واحد بالنسبه لي، يعني ما ينطبق على الصلاه ينطبق على الطواف والسعي. تمام، لا فرق. لان الطواف صلاه. بس يحافظ على نظافه الحرم. يعني اللي عنده شيء بيسيل منه يبقى لازم يحط حفاضه بحيث يحافظ على طهارة الحرم. لأن في واحد عنده بواسير بتنزل دم كثير، يبقى لازم يحط حفاضة بحيث الدم ما ينزلش في أرض الحرم. بعد انتهاء طبعا الذاهب شوط والراجع من المروة إلى الصفا شوط. خلي بالك ناس كثيرة جدا جدا يعني يحسب رايح جاي شوط ويفتي الناس بذلك، يقول له انت جاي ده رايح جاي مره، يقول كده انت ساعدت كام؟ 14. والثاني طبعا بعد ما يسعى 14 مره 400 متر حوالي 7 8 كيلو يدعو عليه بعد ما يسعى الثاني بعد ما يسأل يقول لا ده رايح مرة وجاي مرة. فطبعا تعب هو جدا، لأن ده ساعة مرتين حوالي 7 كيلو أو أكثر. فبعد كده بيدعو عليك لأنه بيخلي الجيش يشكر. هو لو الشوطين بينتهي بالصف. نعم، لا ما هو 14 شهور. هو يعني بيطوف مرتين. هم سبعة وسبعة. لو رايح جاي وشوط واحد يبقى ينتهي بالسفر. ينتهي بالسفر زي؟ الآخر. لو حسب رايح جاي. أيوه طبعًا. أيوه لو حسب رايح جاي يبقى ينتهي بالسفر. زي الحج. لكن الولد ينتهي بالحج. الحج ينتهي بالحج. أيوه. فهي على أي حال يعني هو عنده زيادة. فهي الزيادة لا تضر لكنها مشقة. يعني زيادة في العمل من غير فائدة. يعني ولذلك السعي ده بالذات لا يتطوع به. يعني محدش يسعى بجلابية مثلا. يعني الطواف ممكن تسعى أنت تحية البيت بالثياب. اللي هي الجلابية المخيط يعني. لكن السعي لا يجوز، السعي ده تابع للنسك بس، يعني طواف عمرة أو طواف حج. سعي الحج، سعي العمرة. لكن ما فيش سعي يتطوع به. يعني مش واحد يقول ايه تعالى نسعى بين الصفا والمروه زي مثلا لما بنتوب حول الكعبه. لا السعي لا يكون الا في النسك، في حج او في عمره فقط. اخر ركن بعد كده عند المروه، ركن عند الامام الشافعي التقصير او الحلق، وواجب عند الائمه الثلاثه. طبعا عند الجمهور قالوا ايه؟ يحلق يعني راسه كله، يقصر راسه كله او يحلق راسه كله. اذا كانت المسافه بين الحج والعمره طويله يبقى يحلق. اذا كانت المسافه قصيره يعني اسبوع ولا خمسه ايام يبقى يقصر في العمره ويحلق في الحج. فالتقصير هو الأخذ من الشعر إلى قرب أصوله، هذا معنى التقصير. إلا الإمام أبو حنيفة قال يعني
يكفي تقصير ربع الرأس. والإمام الشافعي قال ثلاث شعرات. ثلاث شعرات. ده المثل اللي احنا ايه بنختاره للناس فهو ايسر عليه. فهو أول عمرة دي ممكن يأخذ ثلاث شعرات ويبقى كده تحلل. والمحرم يجوز له أن يحلل نفسه وأن يحلل غيره. يعني لو قصيت لنفسي ثم قصيت لغيري جاهز، أو قصيت لغيري بعد ما قص لنفسي كل ده جاهز. والإمام أبو حنيفة بس بيقول المحرم لا يحلق رأس غيره. لكن باقي العلماء قالوا يجوز للمحرم أن يحلل نفسه أو يحلل غيره. وبذلك بهذا الركن اللي هو الرابع بالنسبة للعمرة تنتهي العمرة. المعتمر يروح بيته ويلبس ثيابه العادية ويصير حلالا، يغطي رأسه ويلبس المخيط والمحيط ويتعطر ويأتي النساء ويصيد ويفعل كل شيء، كل المحرمات اللي كانت محرمة عليه في الإحرام يجوز له أن يفعلها، يقص أظافره ويحلق شعره ويفعل ما يشاء ويغطي رأسه ووجهه ويصير حلالا إلى يوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله تعالى استعدادا للإيه؟ استعدادا للحج. طب إيه المطلوب يعني ممكن الإنسان يعمله بعد العمرة دي؟ يجوز له بل يستحب كمان أن يكسر من الاعتمار. يعني يستحب أن يكسر من الطواف والاعتمار. وأفضل عبادة في مكة هي الطواف. ليه؟ لأنه لا يوجد في غيره. فيحاول الإنسان يطوف اليوم مرتين ثلاثة ولو مرة حاجة. لأن دي عبادة أفضل إيه؟ أفضل العبادات في مكة لعدم وجودها في مكة. مفيش كعبة إلا فين؟ إلا في مكة. ويجوز أن يعمل عمرة لنفسه يكرر، أو يعمل عمرة لغيره، لأبيه لأمه لجده لجدته لمن يشاء. ده تكرار تكرار العمرة. فيجوز التكرار تكرار العمرة. بل يستحب لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحجة المبرورة الثواب إلا الجنة. حديث البخاري. فقوله العمرة إلى العمرة تابعوا بين الحج والعمرة كل ذا يدل على استحباب تكرار العمرة. والإمام مالك قال تكره في العام مرتين، يعني يكره أن يعتمر مرتين في العام، لكن باقي العلماء أجازوا تكرار العمرة. أنت لو سألت هناك في الحرم جماعة علماء الحرم هناك يقول لك لا ما فيش تكرار للعمرة، واخدين مذهب الإمام مالك. ما انتوا حنابلة. وعند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي يستحب تكرار العمرة. لكن أنت تتعجب بيهم يعني سبحان الله. مع إنه يعني الصحابة كرروا العمرة، سيدنا أنس، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والسيدة عائشة نفسها. السيدة عائشة عملت عمرة مع حجتها وعملت عمرة بعد انتهاء الحج. اللي هي أمرها فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الرحمن أخاه أن إيه؟ أن يعمرها من التنعيم. هو اللي أخذها وداها التنعيم، لأن التنعيم ده أقرب مكان للحل. أقرب مكان للحل. واحد يقول طب راحت ليه التنعيم؟ لأنه يشترط في كل إحرام لحج أو عمرة الجمع بين الحل والحرم. ده شرط. حتى لو احرم بالعمره في مكه في الفندق يجب عليه ان يخرج خارج الحرم ويدخل تاني حتى من غير ما يصلي. ليه؟ لان من شروط صحه الاحرام الجمع بين الحل والحرم. حتى لو احرم من مكه صح الاحرام، لكن عايزين الشرط الثاني اللي هو ايه؟ الجمع بين الحل والحرم. لازم يطلع
خارج البحار ويدخل. وانت في الحج بتحرم من الحرم من مكة وتخرج إلى عرفة، عرفة حلم، يبقى ديك إيه؟ أحرمت في الحرم وخرجت إلى الحلم. هذا السر في الخروج إلى التنعيم. فتتوضأ وتغتسل وتتوضأ وتلبس ملابس الإحرام في الفندق وتركب إلى التنعيم وتصلي الركعتين هناك وتقول نويت الإحرام بالعمرة عن جدي عن جدتي عن أمي عن أبي عن أخي عن أختي عن كما تحب، عن نفسي إن كانش عندك حد تعمل عمرة يبقى تحرم إيه؟ تحرم عن نفسك. تكرارا للعمرة. يعني حتى هناك في عالم من علماء السعودية أستاذ دكتور هناك يعني حقق أن العمرة المكية يسموها العمرة المكية، يعني في مكة يخرج من مكة إلى التنعيم ويدخل ويعمل عمرة، حقق أن ذلك جائز، أن هذا جائز. حتى اللي كانوا يفتوا بأنه يروح الميقات ويجي قالوا لا فرق بين أن يذهب إلى الميقات أو أن يذهب إلى التنعيم، هو كله خارج الحرم، قالوا لا فرق. فحقق أن ذلك جائز ولا شيء فيه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز للسيدة عائشة فهذه ليست خصوصية. ليه؟ بل لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وفيش دليل. هو أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، خلاص لم يقل لها هذا خاص بك، لا هذا تشريع، وده اللي رجحوه أهل العلم بدل أن هذا إيه؟ أن هذا جائز. في مسألة مهمة ما حد سأل عنها اللي هي إيه؟ إحرام المرأة الحائض. يعني إيه في واحد معاه امرأة حائض أو جاءها الحيض قبل الخروج من المطار، تحرم ولا ما تحرمش؟ لا تحرم. يعني الإحرام ده ما يشترطش فيه الطهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المدينة السيدة أسماء رضي الله عنها بنت سيدنا أبو بكر الصديق، السيدة أسماء بنت عميس زوجة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنها، ولدت محمد بن أبو بكر الصديق، كان نفست لمحمد ابن أبي بكر الصديق ولدته، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتهل بالحج. فكذلك الحائض والنفساء يغتسلان وينويان الحج أو العمرة. يعني الحيض لا يمنع الإحرام، الحيض كما لا يمنع الوقوف بعرفة ولا يمنع النزول بالمزدلفة ولا يمنع النزول في منى والمبيت فيها ورمي الجمار. والسيدة عائشة حاضت في سلف كما في البخاري، فدخل عليه الصلاة والسلام فوجدها تبكي فقال لها ما لك تبكين؟ أنفستي يعني حدثي، لأن الحيض يسمى نفاسا. قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني خلاص. ولذلك هي كانت ناوية الحج مع العمر زي النبي عليه الصلاة والسلام، فخلاص يعني لا احضري يعني معنا عرفة واحضري معنا باقي المناسك يعني المزدلفة ومنى، بس إيه؟ غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، يعني غاية قطع الدم وتغتسلي، بس هي عملت هكذا. يبقى إذا المرأة الحائض لو تعدت الميقات من غير إحرام عليها إيه؟ عليها الدم، لأنها تركت واجبا من واجبات الحج أو العمرة. دي مسألة مهمة جدا لأنها ممكن تحصل. خلي بالك
في نقطة تتعلق بها اللي هي ايه؟ هل يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لرفع الحيض أو لعدم نزوله أصلا؟ هذا جائز. كان سيدنا عبد الله بن عمر كما روى الطبري كان يفتي النساء بذلك، سيدنا عبد الله بن عمر كان يفتي النساء بجواز أخذ ماء الأراك، كان يصف ماء الأراك تأخذه المرأة يمنع نزول الدم، ماء الأراك هو السواك يعني ينقع في ماء ويشرب فيمنع نزول الايه؟ يمنع نزول الدم. فالمرأة إذا أخذت دواء لرفع الدم يحكم لها بالطهر، يعني بمعنى في رمضان ممكن ما تفطرش خالص، في الحج تصلي في الحرمين ولا تحرم. فإذا النساء اللي هم في سن الحيض يستشيرن طبيب النساء في أخذ علاج لمنع نزول الدورة حتى تتمتع بالحرمين الشريفين وحتى لا تتعرض يعني لمشاكل الطواف بالحيض. وفيه طبعا خلاف كبير بين الفقهاء، فيبقى الأفضل من الأول إنها تمنع نزول الدم لكن باستشارة الطبيب، لأن كل واحدة طبعا تحتاج إلى إفتاء خاص، فلربما يضرها ذلك. تسأل أهل الذكر، تسأل الطبيب الخاص، طبيب النساء هو اللي يقرر لها يعني كيف تأخذ العلاج لمنع نزول الدم أصلا. دي برضه مسألة يعني تحتاج إليها النساء كثيرا إن شاء الله. وبذلك نكون انتهينا من أركان الإيه؟ من أركان العمرة، الإحرام، الطواف، السعي، الحلق أو التقصير على رأي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. في حد عنده أسئلة في العمرة؟ أسئلة خاصة أو تتعلق به أو تتعلق بالعمرة؟ نفس يعني نفس ما يقال على الصفا يقال على المرء. التهليل يقرأ الآية والتهليل وما يقول على الصفا يقول على المرء. يعني هي طبعا لو حاضت ولم يمكن أن تبقى حتى تطهر، ففي الحالة دي طبعا العلماء قالوا أمامها أمور كثيرة، يعني إذا لم يمكن بقاها حتى تطهر يبقى على رأي الشيخ ابن تيمية وابن القيم قلت لها أن تغتسل وأن يعني تلبس الحفاضة بحيث الدم ما ينزلش وتطوف. الإمام أبو حنيفة قال عليها دم، عليها ذبح شعر، تذبح شعر. وعندنا احنا في المالكية والشافعية المذهبين دول بالذات عندنا حاجة اسمها ايه؟ الطهر المتخلل. الطهر المتخلل يعني في بعض النساء الدم ما يتوالاش عليها، ما ينزلش كل يوم، لا يعني احيانا ينزل يومين ثلاثه وينقطع يوم كامل، هي عندها عاده هذا. فيجوز لها ان تغتسل في اليوم ده اللي ما نزلش فيه دم وتطوف وتسعى ولا شيء عليها، يحكم لها بالطهر، يعني تطوف وتصلي وتسعى وتفعل كل شيء. اسمه الطهر المتخلل، لأن الطهر ده اليوم ده ما ياخدش حكم الحيض لا اللي قبله ولا اللي بعده. يعني هي بيجيها الدم ثلاثة أيام وينقطع يوم أو يومين ثم يأتي يوم أو يومين تاني أو ثلاثة، يبقى اليوم ده أو اليومين أصبحت طاهرا تغتسل وتصلي وتصوم وتدخل المسجد وتتعبد. دي برضه من ضمن الأشياء اللي هي إيه؟ يعني ممكن المرأة يعني تطبقها. ده رأي الإمام الشافعي وأحمد بالذات إن الطهر المتخلل لا يأخذ حكم الحيض أيام الحيض، يسموه الإيه؟ اللقط زي ما إحنا قلنا في الشرح الصغير اللقط. لكن عند باقي العلماء يقول لك السحب، يعني حتى الأيام
فيهاش دم تاخذ ينسحب عليها حكم الحياة. يعني قولان لأهل العلم راجحان. فهنا ينفع قول الإمام مالك والشافعي ينفع في الحج. ممكن الطهر أوصل دم في يوم أو يومين المرأة تغتسل وتطوف وتسعى. لو هي مش في الحج يعني تصوم وتصوم. نعم أيوة طبعا مناسك الحج هما يجوز في الحج يجوز في برضه يعني تطوف تغتسل وتصلي وتصوم حتى لو صامت في رمضان صيامها صحيح. ما ينفعش التوكيد غير هنا. نعم ما ينفعش التوكيد في الفطار حد يوم عنه. يعني هو بس ايه توكيل هو في قول لسيدنا عقاد لابي رباح قال والتوكيل والنيابه في بعض الحج كالنيابه فيه كله. ما دام جازت النيابه في الحج كله جازت في ابعاضه. كان يفتي بهذا سيدنا عطاء بن ابي رباح طبعا ده فقيه مكه على وجه العموم وفقيه المناسك على وجه الخصوص. اللي كان يجلس على كرسي في الحرم اعلى من كرسي عبد الملك بن مروان. يعني كانت رجلين سيدنا عطاء تساوي راس عبد الملك. يعني يحط الكرسي عالي وعبد الملك يبقى قاعد تحتيه. تبقى رجلين سيدنا عطاء مساويه راس عبد الملك. وهو عبد يعني اصلا مولى من الموالي. مولى معتبر. واخد بالك؟ يعني من الموالي. وبعدين اعرج وافطس واسود واكرد شعره اكرد يعني شوف ازاي. لكن شوف العلم يعني جعل ايه؟ جعل رجليه فوق راس الاشراف. نعم رضي الله عنه. هو الذي قال بهذا. نعم الطواف له اوقات معينه. الطواف؟ لا لا الطواف طبعا النبي عليه الصلاه والسلام في غرفه السنن قال لهم يا بني عبد المطلب لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت ان يصلي في اي ساعه من ليل او نهار. حتى الصلاه مش ممنوعه. يعني الطواف في كل وقت وصلاه الطواف في كل وقت. يعني حتى ولو بعد العصر او بعد الصبح. فهنا ولذلك الامام الشافعي قال هي دي تعتبر ايه؟ رخصه او خاصه بالحرم. من ضمن خصائص الحرم ان صلاه الطواف تصلى فيه في كل ايه؟